نتمنوا الاستقلال، حرية كيفنا كيما الشعوب الأخرى. هي صرخة امرأة صحراوية. اليوم الذي تحتفل به نساء العالم هو يوم تفتخر فيه سعاد بمواصلة نضالها أملا في التحرر ونيل الاستقلال. نتمنى ونعيش على أرض حرة مستقلة بكامل سيادتها. المناسبات والمواعيد تتعاقب ومعها يتواصل كفاح المرأة الصحراوية. أسمعنا صوتهن لكل المنظمات الأممية والإنسانية لإنصاف الأرض المحتلة. إحساس كبير وجد رائع، نبغي من خلاله نوصل للعالم والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الإنسانية بأنه هون شعب عانى أكثر من 40 سنة في اللجوء. حمل المرأة الصحراوية السلاح بجنب الرجل يجسد مرة أخرى معاني صمود النساء الصحراويات وإصرارهن على كسر قيد الاحتلال.